أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه سيتم وضع شيكابالا ومصطفى فتحي بقائمة الانتظار بالفريق. وأشار مرتضى منصور في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر النادي شيكابالا عاد من روسيا إلى مارينا، وإذا لم يأتي له عرض سيكون على قائمة الانتظار، لم يحترم ناديه ومدربه. وتابع مصطفى فتحي تمرد على النادي، تلقى عرضا للانتقال لبيراميدز على سبيل الإعارة، وطلب اللاعب الحصول على 20 مليون جنيه بعدما تم عرض مبلغ 8 مليون في الموسم. وقال أيضا طلبت مصطفى فتحي بتجديد عقده مع النادي، وفي حالة رفض التمديد سيتم وضعه في قائمة الانتظار.